معنا اتصال هاتفي مع الدكتور رفعت فياض، مدير تحرير جريدة الأهرام المختص بملف التعليم بيها. أستاذ رفعت أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذ فاطمة، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك يا أستاذ رفعت. أهلا بك أستاذ رفعت. في البداية من خلال المتابعة مع العام الدراسي الجديد، شايف درجة الاستعداد زي كل سنة بتختلف؟ بالفعل ممكن نشوف انتظام في العملية الدراسية رغم أزمة كورونا وفيروس كورونا وكل اللي احنا شايفينه ده، ولا ممكن زي ما الناس بتتخوف ممكن يكون مثلا الأولاد ينزلوا أسبوعين أو شهر وبعد كده يحصل ان احنا نقفل المدارس تاني بسبب فيروس كورونا مضطرين؟ يعني معظم الأمهات، يمكن فاطمة كانت بتقول لما جربت الأونلاين شافت ان المدارس كانت أحسن كتير. لا أستاذ محمود، بالنسبة للسنة دي إن شاء الله التعليم هيكون منتظم سواء بالنسبة للمدارس أو بالنسبة للجامعات حضورية. وإحنا مش بس اللي قررنا كده، بكل دول العالم بعد ما مرت بتجربة السنتين الصعبين اللي فاتوا بسبب انتشار هذه الجائحة واللجوء مضطرين جميعاً الى التعليم اونلاين عن بعد، واللي كان له اثاره السلبيه بشكل كبير لان كان نسبه التحصيل والتعليم على مستوى العالم كله كانت ضعيفه جدا. حقيقي. لكن احنا هناك فرق ما بين ان احنا الدراسه هتعود منتظمين وحضوريا، وبين ان احنا عاملين خطط كدوله خطط بديله في حاله لا قدر الله لو زادت عملية الانتشار وتطبيق هذه الخطط، وده وارد. إنما ما دامت الأمور تسير بشكل طبيعي هنا، إذا مش هنلجأ إلى التعليم أونلاين أو التعليم عن بعد مرة ثانية إطلاقا. عايزين نأكد برضه يا أستاذ رفعت أنه يعني تلقي الفاكسين على نطاق واسع زي ما بيحصل دلوقتي ده أكيد بيقلل من انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل كبير، يمكن ده يقل عن السنين اللي فاتت، نتمنى ذلك. ولكن الأهالي اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عايزين نطمنهم على صحة أولادهم، وإزاي مدارس وزارة التربية والتعليم مستعدة استعدادات طبية يعني كاملة لأنها تكون بتوفر كل الإجراءات للحماية لأولادنا في المدارس؟ يعني زي ما اشرت يا استاذه فاطمه في الخبر دلوقتي ان جميع المدرسين وجميع الاداريين كلهم لابد يكونوا واخدين التطعيم، ولا يسمح لاي منهم بدخول المدرسه الا اذا كان مقطعها، اولا لحمايه نفسه، نمره اثنين لحمايه اقرب الناس دي وهم اهله، عشان لو خد لو اصيب ولا حاجه ورجع للبيت ما هو هيصيب اقرب الناس ليه. بالاضافه الى ان انا ليه انا بعمل كده في المدارس والجامعات؟ انا اكبر تجمعات بشريه موجوده في اماكن الى حد ما مغلقه، وبالتالي نسبه الانتشار تبقى اكبر ما بين الطلاب وبين المدرسين أو الإداريين إذا لما كانش في تطعيم بالنسبة لهم أخذوه قبل الدخول المدرسة. بالنسبة للجامعات جميع الطلاب أيضا، لأن هنا ليه إحنا ما تكرمناش في التربية والتعليم والطلاب؟ لأن تعليمات أو قرار منظمة الصحة العالمية حتى الآن لم توافق على تطعيم الطلاب أقل من 18 سنة. على مستوى، وان كانت بعض الدول بدات تطعم طلاب حتى سن 12 سنه، انما في تعليمات منظمه الصحه العالميه. بس في طلاب يمكن في الجامعه يا فندم يعني اقل من 18 سنه. 17 وشوي. يعني هل دول لن يحصلوا على التطعيم في اطار تطعيم طلاب الجامعات؟ اقل من 18 سنه حضرتك مش هياخد التطعيم. انما بالنسبه للطلاب الجدد معظمهم كله فوق 18 سنه، وبالتالي الطالب لما يروح يكشف طبيا وعشان يطلع الكارنيه بتاعه لابد اثناء الكشف الطبي هياخد التطعيم. بالنسبه للطلبه القدامى لن يسمح لاي طالب بدخول الكليه الا اذا كان مطعم، وبعدين تيجي فرق جاهزه ليه إعطاء التطعيم للطلاب وكذلك لأعضاء بالمناسبة أعضاء التدريب ما يقرب من 90% منهم تم تطعيمه حتى الآن، وكذلك بالنسبة للإداريين في الجامعات. ده كله عشان العام الدراسي يمر بسلام إن شاء الله ولا يحدث أي انتكاسة
في أثناء الدراسة، لأن تأثير عدم الحضور في المدارس والجامعات بلا شك تأثير سلبي سيء جدا، وده هيؤثر لو استمر عملية عدم الحضور أو اللجوء إلى التعليم أونلاين، هيبقى المنتج صحيح. نفسه ضعيف ومستوى الخريجين ضعيف على المجتمع وعلى الدولة، هيبقى سيء جدا، لأن هيبقى طبيب عندي غير ملم إلماما بعيدا بالعملية التعليمية أو بالتخصص، مهندس نفس النظام ممكن يكون ضعيف جدا في المستوى، وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع هيبقى سيء، وهتبقى فرص العمل بالنسبه للخريجين اضعف، اللي هم دفعات كورونا اذا جاز التعبير. صحيح. فاحنا هنا كلام حضرتك واقعي جدا طبعا ومنطقي، ولكن يعني اذا فرضت الظروف نفسها يعني تبقى جائحه عالميه ليس لنا يد ولا دخل، عندنا البدائل وجاهزين، عندنا البدائل وجاهزين. ولكن انا عايز اسال حضرتك في نقطه مهمه جدا دلوقتي، الطلبه اللي راحوا المدرسه او هيروحوا المدرسه وهيروحوا الجامعه، الطالب اللي اصيب ايه الاليه اللي هعرف اكشف بيها الطالب المصاب؟ لانه طبعا جهاز الكشف الحراري مش كافي، لانه احيانا ما بيبقاش في حراره ولكن في اصابه. يا فاطمة، الإجراءات الاحترازية اللي هتتخذ السنة دي هي نفس الإجراءات الاحترازية اللي كانت مطبقة في العام الماضي وما قبله، ده أساسي، وعملية التباعد الاجتماعي ما بين الطلاب أساسي بالنسبة لحضور المحاضرات، والأعداد يمكن 50% من الأماكن المحددة أنها كلها في تباعد ما بين الطلاب وبعض. لكن لا قدر الله الكشف الحراري ممكن ما يكشفش إصابة الطالب، إنما إذا حدث لا قدر الله واكتشفت الحالة، إجراءات تتخذ تماما لعزله في مكان محدد وإحالته إلى المستشفى للكشف عليه للتأكد من إن هو مصاب بكورونا ولا لا، أو اتخاذ بقية الإجراءات تجاهه، إنما هي نقلل من حجم الاصابه هنا على اساس حتى لو في طالب مصاب ولا حاجه، مع استخدام الكمامه مع التباعد الاجتماعي مع الكشف الحراري بنقلل امكانيه ان يكون في حاله مصابه وتبقى متواجده ما بين الطلاب وبعضهم. يعني الوقايه خير من العلاج. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. أشكر حضرتك الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمختص بملف التعليم بها، شكرا جزيلا لك وصباح الخير مرة أخرى.